هذا المشهد أصبح شبه يومي، مئات المهاجرين المغاربة يعبرون كفئران مذعورة إلى الضفة الأخرى في رحلة محفوفة بالمخاطر. لا يبدو أن الظاهرة تتوقف، فحكايات الهروب الاضطراري والانتحاري لشباب المستقبل باتت تتردد على كل لسان وتتكرر في كل زمان. شباب لم يعد للبحر ولا للسماء هيبة أمام إصرارهم، يعبرون تحت جناح السحاب ويصبرون على قساوة الرحلة ويأملون بحياة أرحم. وتبقى الأسئلة مفتوحة والأجوبة مبهمة. ما معنى كل سيناريوهات الهروب هاته؟ ما هي رسائلها؟ ما هي الدروس المستخلصة من ورائها؟ أحداث ومقاطع فيديو وصور رمادية لا تجلب إلا العار لوطن تدفع فيه الثمن طبقات سحيقة من المجتمع وجدوا أنفسهم رهائن لحكومات مفترسة وسياسات فاشلة. صور تثير البؤس من جهة، ومن جهة ثانية تسائل الحكومة إلى أين يسير المغرب، وأي هوة عميقة تحفرها الأحزاب، وأي وعود انتخابية تتبخر كالسراب، وأي ريع ننزفه دما من أجسادنا. تستحق هذه المشاهد وخزة ضمير ليستيقظ من يحكموننا من سبات السلطة والنفوذ والتسلط والتسلطن بغنائم الانتخابات. الانتخابات ليست حربا توزع فيها الغنائم بين أحزاب الأغلبية وتتباكى أحزاب المعارضة على الفرصة المهدورة للشرب من الضرع الأكبر والأسمن لبقرة البلاد. المغاربة لا يشبهون الجرذان حتى يفرون مذعورين عبر المواسير والأقبية والشقوق، ويقفزون من الطائرات وبواخر الصيد التقليدية المثقوبة. المغاربة ليسوا أوغادا حتى يتاجرون بأرواحهم ويستعرضون جثثهم لبيعها بالتقسيط.